هي دي؟ هتعجبك قوي من جوه، كل مشاهير العالم لما بيجوا روما بيقعدوا فيها. يعني برزيني ما جاش؟ زمانه جاي. ايوه دو كابتشينو ده. سامي انا عايزك لما تقابلي الراجل الانجليزي ده تبقى عارفه كويس انت هتقولي له ايه. خلي كلامك واضح معاه، ولو كلمته في موضوع الفلوس اطلبي اللي انت عايزاه. ها الاجور هنا غير في مصر خالص، المعيشه هنا غاليه، ولو طلب منك حاجه انت مش هتقدري تعمليها لازم ترفضي. هو انت مش هتبقى معايا يا حبيبتي؟ الشغل هنا اسرار، ما ينفعش. طب وجارزيني؟ جارزيني هيجي يعرفك على ادريان وبعد كده يمشي، لان دوره هيكون لحد هنا انتهى. وبعدين اتفاقات في الشغل زي دي لازم تبقى بينك وبينه. ساميه اوعى يضحك عليكي، اطلبي اللي انت عايزاه. ليه ما تخليك معايا حبيبتي؟ ما ينفعش، شكلي هيبقى وحش قوي. قولوا لنا جوزي. يا سلام، وده بقى يبقى اعتراف مني ومنك انك شخصيه غير مكتمله وغير مسؤوله. بيتهيالي ده يضر، ما ينفعش. انا مش مرتاح الحكايه دي يا نبيل. ليه يا حبيبتي؟ تاكدي كل اللي بقوله لك ده لمصلحتك، والا ما كنت سبتك لحظه واحده. وبعدين لو احتجتيني كلميني، انت معاكي رقم المعرض، 5 دقايق هتلاقيني هنا على طول. مستر نبيل. الو، ادريان تومسون. اهلا وسهلا مستر ادريان. حضرتك اكيد مش ساميه فهم، تسمحوا لي اقعد معاكم؟ طبعا اتفضل، احنا هنا مخصوص عشان. ثانك يو. انا اسف جدا اذا كنت اتاخرت عليكم، بس الحقيقه السنيور جارزين اتصل بيا من شويه واضطر للاعتذار عن موعد لظرف طارئ، قال انه معتمد على ذكائي في التعرف عليكم. مفيش اي مشكله، تشرب ايه؟ اسبريسو. اسبريسو. سينيور جازيني بيتكلم عنك كويس قوي مستر ادريان. انا من زمان كنت قلت له اني محتاج لصحفي شاطر في المنطقه عندكم، كان نفسي يبقى من مصر. عارف السينيور جازيني ده بيعتبر الاب الروح للصحفيين اليساريين في روما. هو حضرتك يساري؟ ده طبعا اذا ما كانش عند حضرتك مانع. لا طبعا ما عنديش مانع، هيكون عندي مانع ليه؟ طيب يا جماعه انا مضطر استاذن عشان عندي ميعاد مهم، مع اني كان نفسي اشارك 2 يساريين في حوارهم الممتع. اوكي؟ على اذنك. سامي لما تخلصي اطلبيني في المعرض، 5 دقايق هتلاقيني عندي بقى. فرصة سعيدة جدا مستر ادريان. جود باي مستر مندي. باي باي. مس سامية، ما تتصوريش أنا سعيد قد إيه إني اتعرفت عليكي. وواثق ومتأكد إننا هنتعاون مع بعض بشكل جميل.
ادخل. هاي زك. سلام يا نبيل يا حبيبي. ابو سليم فين؟ ابو سليم الحقيقه خرج من ساعه ولسه ما رجعش. خرج؟ ما قالكش راح فين؟ ما انت عارف ابو سليم يا حبيبي. اه طب لما تشوفه قول له ان كل شيء تمام. ماشي. سلام. الو نبيل. ايوه موجود. تعال اتكلم يا حبيبي. مين؟ الو؟ يا ابو سليم. اه كل شيء تمام. اول ما تخلص هتكلمنا روح لها. ايه؟ هنا؟ طب وسامية؟ حاضر حاضر خلاص خلاص. سلام. احنا مجموعة من الصحفيين الشبان هدفنا اننا نوصل الحقيقة للناس، عشان كده قررنا اننا ننشئ وكالة انباء جديدة هنا في روما على ارض محايدة. طبعا انت عارفة اللي بيعاني منه اي صحفي حر لما يفكر انه يعمل مشروع جديد على ارض مليانة بالديناصورات اللي زي وكالات الانباء الكبيرة والمتحكمة في الرأي العام العالمي. احنا بقى عن طريق وكالتنا عايزين نكسر تحكمهم واحتكارهم لصناعة الأنباء في العالم وتوجيهها لمصلحتهم هم وبس. حلم أي صحفي إنه يغطي أنباء المناطق الملتهبة في العالم، والشرق الأوسط اليومين دول من أهم المناطق اللي الكل مركز عليها النهاردة. عشان كده يا سامية وجودك معانا مهم جدا بالنسبة لينا، لأن من خلالك نقدر نقدم وجهة النظر العربية مش الغربية وبس زي ما هو سائد النهاردة. إحنا حقيقي ما عندناش فلوس كتير دلوقتي، ما نقدرش حاليا ندفع أجور كبيرة زي اللي باقي الوكالات بتدفعها، لكن أتمنى إنه في المستقبل نكبر ونقدر ندفع لك كل اللي أنت عايزاه واللي أنت فعلا تستحقيه. أهم حاجة عايزك تتأكدي منها مس فهمي، إن عملك معانا هيبقى إضافة كبيرة لينا وإنك مش هتندمي أبدا عليه. أكتر من 3 ساعات عمال يكلمني عن أهداف الوكالة وأحلامها. الحقيقة شدني جدا بطريقة كلامه وأفكاره، ولما جه اتكلم معايا في الفلوس عرض عليا مبلغ كبير جدا، اكبر من المبلغ اللي بياخده استاذ احمد مختار رئيس تحرير مجلتنا، اكبر بكتير من اي مبلغ ممكن ياخده اي رئيس تحرير في مصر، ده غير المكافاه عن اي خبر مهم او غير عادي. وطبعا وافقتي. كنت متحمسه جدا وكنت مستعده اشتغل معاه بنص المبلغ اللي عرضه عليا، بس هو كان له راي تاني خالص. مش عايزك تاخدي قرار دلوقتي، فكري كويس في كل اللي قلته لك واتصل بيا كمان يومين عشان تبلغيني اذا كنت هتبقي معانا ولا لا. ده الكارت بتاعي في تليفوناتي كلها. سامي انا منتظر ردك في اسرع وقت ان شاء الله. سبت وخرجت وانا الدنيا مستيعاني من الفرحه، جريت على اول تليفون عشان اتصل بنبيل زي ما اتفقنا وابشره بالاخبار الحلوه دي. مستر نبيل سالم بليز. I'm very sorry. سينيور نبيل is not present at the moment. Thank you. قررت ان اتمشى في شوارع روما اتفرج على المحلات والفساتين. كنت حاسه اني طايره من استعاده، وكنت عايزه النص ساعه دي تفوت بسرعه واقابل نبيل واحكي له على كل اللي قاله لي ادريان. رحت على اسم البوليس عشان ابلغ، قعدوني اكتر من ساعه يسالوني عن عنواني واسمي ورقم تليفوني وإذا كان ليا معارف في روما ولا لأ. حاولت أتصل بنبيل، فوجئت بيهم بيقولولي إن هو سافر مع السنيور أجنازي وهو صوفي برا روما. ساعتها حسيت إني بتخنق وإن الدنيا بتلف بيا. ما تتصورش حضرتك إحساس البني آدم وهو في بلد غريب من غير لا فلوس ولا هوية ولا حاجة. إحساس وحش قوي، كأنك عريان. وبعد اكتر من ساعه اخدتني عربيه البوليس على الاوتيل.
بس فامي بليز يس سمبادي بروس هيز فور يو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. ما كنتش مصدقه نفسي، الشنطه رجعت لي مع انهم في اسم البوليس اكدوا لي ان الحوادث الناشطه في ايطاليا تحديدا منتشره بشكل كبير قوي، وان الحاجه لما بتتسرق عمرها ما بترجع تاني. كل حاجه رجعت لك؟ كل حاجه الا المحفظه والفلوس اللي كانت فيها والباسبور وتذكره السفر، كله كان موجود الا الفلوس اللي كانت في المحفظه وكارت ادريان اللي كنت هستنجد بيه. يعني اتقطعتي عن كل اللي تعرفيه؟ بالظبط كده، وما كانش قدامي غير اني افضل قاعده مستنيه رجوع نبيل. بقول لك ايه، رايك ناخد فسحه ونشرب قهوه؟ يا ريت. حمدي لو سمحت خليهم يعملوا لنا 2 قهوه. اه ساده، شكرا. قولي لي يا سامي، انت كان معاكي في الشنطه كارت اللوكاندا؟ لا. كنت كاتبه اسم اللوكاندا على ورقه مثلا؟ لا، انا كنت حافظه اسم الاوتيل، وبعدين كنت معتمده ان نبيل كان بياخدني ويرجعني. طب ازاي اللي سرق الشنطه عارف عنوان اللوكاندا عشان يرجعها لك؟ هي مش عارفه الحقيقه. في حاجات كتير قوي مش مفهومة في اللي انت بتقوليه. شكرا يا سعد. خدمة تانية على البيت؟ شكرا. ايه اللي لفت نظر حضرتك في اللي انا قلته؟ في حاجات كتير قوي حصلت لك مره واحده، حادثه الموتوسيكل، سرقه الشنطه، وبعد كده رجعت لك منقص منها غير المحفظه وكارت ادريان. لا، كارت ادريان كان جوه المحفظه، ما كانش لوحده. واللي سرق الشنطه اخذ منها المحفظه ورجع الشنطه تاني. يعني انت عايزه تقولي لي انك فكرتي في كل اللي حصل لك ده بعد كده؟ ايوه طبعا، متهيئ ده كله صدفه. طب وسفر نبيل؟ هو وكل الناس اللي كان ممكن يساعدوكي؟ نبيل كان عنده شغل وما كانش يعرف اللي حصل. طيب نكمل؟ حضرتك اللي قطعتني. أنا آسف، كان نفسي في القهوة وأنت كمان. على العموم حضرتك كملي، أنا هشرب القهوة ومش هقطعك خالص. اتفضلي. فضلت قاعدة 3 أيام في الأوضة، كانوا أطول 3 أيام في حياتي. طب ونبيل؟ ما عرفتيش تتصلي بيه تاني؟ كنت بتصل بيه طبعا 2 3 مرات في معرض العربيات، وكل مرة نفس الرد، السنيور نبيل مسافر ومش عارفين هيرجع امتى. طيب ما سألتيش مسافر فين؟ ما يعرفوش. وهو ما حاولش يتصل بيكي؟ يا إيه؟ بعدين ايه يا نبيل يا حبيبي؟ انا قاعد هنا بقالي 2 ونص وابو سليم لسه ما ظهرش، هنفضل قاعدين كده بقى لحد امتى؟ لحد ما يظهر يا حبيبي. ابو سليم قال كده، قال ما حدش يتحرك الا لما ارجع. تشرب قهوه معايا يا بلبل؟ ايه بلبل دي؟ انا اسمي نبيل. بدلعك يا حبيبي، بضحك معاك. انا بقى مش عايزك تدلعني ولا تضحك معايا. انا مش فاهم انت ليه مش طايقني يا بلبل، مع اني بحبك يا حبيبي.
ونفسي نبقى أصحاب. تاخد بقى. مش عايز زفت، أنا خارج. ما ينفعش يا نبي. وإيه اللي ما ينفعش يا إيزاك؟ ما ينفعش تخرج يا بول. ليه؟ هتمنعني؟ هتعرف؟ ده بعد إذن حضرتك يا نبيل يا حبيبي. طب وريني كده هتمنعني إزاي؟ الحقيقة يا نبيل يا حبيبي مش أنا اللي همنعك، دول هما اللي هيمنعوك. أنا آسف طبعاً يا حبيبي إن باولو وسيرجيو مش موجودين، بس ولا يهمك يا حبيبي، بيتهيألي دول ممكن يسدوا، صح؟ تاخد بقى؟ يعني طول الفترة دي ما تعرفيش نبيل راح فين؟ خالص. طب وعملتي ايه؟ صرفتي ازاي؟ رابع يوم كنت خلاص بموت، حسيت اني بتخنق، قررت اخرج من الاوتيل. تخرجي من الاوتيل تروحي فين؟ انت ما عندكيش فلوس. امشي في الشارع، اتفرج على الناس، اشم هوا ربنا. Miss Fahmy. Yes. Are you going out? Something wrong? Just a moment, please. Miss Fahmy. وحضرتك لسه قاعده معانا في الاوتيل يا فندم؟ ايوه. حضرتك بتسال ليه؟ الديبوزيت اللي محطوط باسم حضرتك قرب يخلص واحنا محتاجين مبلغ تاني يا فندم. طيب مستر نبيل لما يجي هو هيتولى القصه دي. حضرتك رايحه فين دلوقتي؟ يا فندم خارجه شويه. بس حضرتك لازم تسددي مبلغ تحت الحساب قبل ما تخرجي. اسدد مبلغ تحت الحساب؟ احنا مقدرين الموقف، بس سياسه الفندق بتقول. قلت لحضرتك لو مستر نبيل ما جاش لحد بكره انا هتصرف. انا اسف، دي سياسه الفندق. انا شنطتي اتسرقت ففلوسي مش معايا، لو نبيل ما جاش لحد بالليل انا هتصرف. تصرفي هتعملي ايه؟ ارجوك. احنا ما عندناش مانع نستنى لحد بكره، بس لحد ما يرجع السنيور نبيل حضرتك ممنوعة من الخروج من الأوتيل، وإلا هضطر أبلغ البوليس. حضرتك ما تقدرش تتصور كمية الإهانة اللي حسيت بيها في اللحظة دي. مقصودة يا فندم. قصدي الإهانة شيء طبيعي إن الإنسان يحس بالإهانة في الظروف دي. المهم أنت فضلتي محبوسة في اللوكاندا لليوم التاني؟ لا، بعديها بشوية لقيت التليفون بيرن. الو. ايوه انا. مين؟ انا ادريان تومسون يا سامي. ايوه مستر ادريان، انت فين؟ انا هنا في الاوتيل. ايه اللي انا سمعته ده وايه اللي حصل؟ سامي رد عليا. سامي. انا مستغرب له، انت ليه ما اتصلتيش بيا لما فلوسك اتسرقت؟ عشان الكارت بتاع حضرتك كان في الشنطه اللي اتسرقت. انت ايه اللي خلاك تعدي عليا الاوتيل؟ احنا كنا متفقين انك هتكلميني بعد يومين، ولما اليومين عدوا ما اتصلتيش قلت افوت انا عشان اعرف اذا كنت وصلت القرار للشغل معايا. بجد متشكره قوي، انا ما كنتش عارفه اعمل ايه في قصه الاوتيل دي. طول ما ادريان معاكي ما تشيليش هم اي حاجه يا ساميه. اسمحي لي اقول لك ساميه من غير ارقام. طبعا احنا خلاص بقى في بينا عيش وملح، وده عندنا في مصر حاجه كبيره قوي. العيش والملح
الناس اللي بيبقى فيه منهم عيش وملح ده بيبقى دليل على الامان والثقه. دي من قصص الموروث الشعبي عندنا. نايس. جميل منكم ان انتوا تفضلوا محتفظين بالعلاقات الانسانيه الحميميه بين البشر اللي مع الاسف اصبحت مهدده بالانقراض في مجتمعاتنا الحديثه. المهم قولي لي، فكرت كويس في الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت؟ الحقيقه انا ما لحقتش افكر خالص، اليومين اللي فاتوا دول عدوا عليا بصعوبه. مفهوم مفهوم. سامي انا ممكن اعرف انت متردده قوي كده ليه في العمل مع الوكاله بتاعتنا؟ انا مش متردده ولا حاجه. امال ليه مش بتردي عليا؟ حضرتك طلبت مني افكر وانا ما لحقتش افكر. مهم ليا قوي اني اعرف اذا كنت هتبقي معانا ولا لا. لو كان على الفلوس انا عارف ان هي قليله، بس انا ممكن يعني. مستر ادريان، القصه مش قصه فلوس خالص. انا بلدي في حاله حرب وفي حاجات كتير جدا عليها قيود على النشر حتى جوه مصر. وانا ما طلبتش منك انك تجيب لنا اخبار عسكريه او حربيه. احنا وكاله انباء بتهتم باخبار الناس والمجتمع. يعني انتوا عايزين اخبار عن ايه بالظبط؟ يعني الاخبار الانسانيه اللي بتهم القراء في اي حته في العالم. حاله الناس في مصر، مشاكلهم، احلامهم، طموحاتهم. سامي انا عايزك تتعاملي مع الوكاله بتاعتنا كانك بتتعاملي مع المجله اللي انت بتشتغلي فيها مش اكتر. ها قلت ايه؟ ايه اللي خلاكي متردده من الشغل معاه؟ انا ما كنتش متردده ولا حاجه. طب ما وافقتيش ليه؟ كنت لسه خارجه من موضوع سرقه الشنطه ده، ما كنتش هعرف اخد قرار صح. قلت لي اديني مهله يومين ثلاثه افكر. على راحتك مفيش مشكله. انت راجعه مصر يعني؟ يعني يومين ثلاثه كده اول ما نبيل ما يرجع. مهم ليا قوي انك تردي عليا بالموافقه او بالرفض قبل ما تسيب روما وترجعي مصر. ان شاء الله. انا ليا طلب صغير. تحت امر؟ لا ده رجاء مش امر. ممكن تقري الورق ده كويس؟ ايه الورق ده؟ ده عقد عمل مع الوكاله بتاعتنا، المفروض انك تقريه ولو ليك اي ملحوظات عليه هنظبطها. طب وايه الورقه الثانيه يا كوتش؟ ده ابلكيشن هتلاقي فيه معلومات عنك وعن شغلك في مصر، تبقي تقريه وتجهزي براحتك. اوكي. قبل ما ترجعي مصر. قبل ما ارجع مصر غدي هيكون عند حضرتك. اوكي، ليتس جو. على فين؟ اكيد المستر نبيل فرجك على كل معالم روما السياحيه، لكن اللي انا واثق فيه انه ما فرجكيش على معالم روما الثقافيه. زي ايه؟ متحف الفاتيكان، كنيسه سيستين اللي مايكل انجلو رسم سقفها وهو نايم على ظهره في 10 سنين. فعلا دي بتعتبر الاعجوبه الثامنه في العالم، اي انسان مثقف لازم يزورها. يلا بينا. يلا. اوكي. قضينا اليوم كله مع بعض، زرنا كنيسه سيستين ومتحف الفاتيكان. ادريان بهرني بمعلوماته وثقافته الواسعه. اتكلمنا في كل حاجه، في التاريخ وفي الفن وفي الصراع العربي الاسرائيلي وحرب الاستنزاف وحاله اللا حرب واللا سلم ورد فعل الناس في العالم اللي بيحصل في منطقه الشرق الاوسط. كل حاجه الا في شغلي في الوكاله. ايه يا نبيل يا حبيبي، خيلتني. اركز شويه. ابو سليم اتاخر قوي يا ايزاك، وانا بصراحه اللي بيحصل ده مش مريحني. ايه اللي مش مريحك يا نبيل؟ اننا نسيب ساميه طول الفتره دي في بلد ما تعرفش فيها حد، اكيد هتزعل. انت خايف على زعل البنوته يا حبيبي ولا خايف على نومه الاوتيل والنعيم اللي انت عايش فيه؟ انا مش فاهم بصراحه انت بتفكر ازاي، انت غريب قوي. أنا دلوقتي يا حبيبي مش بفكر غير في الشامين وبس. شايه؟ الشامين يا حبيبي، الشامين أكلة يهودية قديمة بنتوارثها جيل بعد جيل من زمن بعيد، ما بناكلهاش غير يوم الجمعة بس مع المغرب. اشمعنى يعني الجمعة؟ عشان صيام يوم السبت يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. كنت فين الغيبة الطويلة دي كلها يا أبو سليم؟ يا سلام على الريحة اللذيذة دي، بموت في الشمين. أنت اللي طبخها يا إيزاك؟ طبعا يا حبيبي. بتفكرني بطبخ جدتي يرحمها الرب. يرحمها إزاي يا شلوم؟ وهي في آخر أيامها اتجوزت واحد مسيحي يا حبيبي. انت بتعمل ايه هنا؟
اطلع استحمى وغير هدومك يلا. هتوديني على فين تاني؟ عايزك تقابل سامية في الاوتيل هناك، لزمانها قربت توصل. عايزك تكون موجود هناك قبلها، في عربية جاهزة مستنياك قدام معرض أجنازيو، تاخدها وتطلع بيها. يلا. عربيتي يا أبو سليم. هفهمك بعدين، استحمى وهتفهم كل حاجة. يلا. ميرسي قوي يا مستر أدريان على الجولة الثقافية الجميلة دي. هقابلك بكرة، تكوني قريت العقد ومليت الأبلكيشن. إن شاء الله، تحب نتقابل إمتى وفين؟ نفس المكان اللي اتقابلنا فيه أول مرة، جنب نافورة تريفي. أوكي. سامية. بعد إذنك. خلي دول معاكي. إيه دول؟ ده مبلغ صغير كده، خليه معاكي مؤقتا. ايوه بس انا لسه ما وافقتش اني اشتغل مع حضرتك. ده مالوش علاقه بالشغل يا ستي، اعتبريهم صلفة. ايوه بس يعني مش هينفع. من فضلك انا بعتبر ان احنا بقينا اصدقاء، واقل واجب للصديق على صديقه انه يقف جنبه في اي ازمه او محنه بيمر بيها. واعتقد ان انت دلوقتي في ازمه، ولا انت بقى لسه مش معترف لان صديق؟ بالعكس، ده كفايه اللي حضرتك عملته معايا في الاوتيل، بس ده كتير قوي يا مستر ادريان. مفيش حاجة تكتر عليكي، ويا ستي أول ما ظروفك تتحسن تبقى ترديني المبلغ. زائد الفلوس اللي حضرتك دفعتها لي في الأوتيل. زائد اللي حضرتي دفعته في الأوتيل. أنا متشكرة أوي يا مستر أدريان. هشوفك بكرة الساعة 12، ما تأخريش عليا. أكيد، إن شاء الله. شكراً. سامية. ايه يا حبيبتي اللي حصل ده؟ ازاي ما تدينيش خبر؟ سامية ايه يا سامية؟ بكلمك تسيبيني وتمشي؟ عايزني افتح دراعي واخدك بالحضن ولا واجهك بحقيقتك؟ حقيقتي؟ ايوه يا نبيل، حقيقتك. حقيقة ان انا لما وقعت في ازمه بجد واحتجتك جنبي ما لقيتكش. حقيقة انك سبتني 3 ايام من غير ما تسال عليا. حقيقة ان انا لما كنت محتاجه لك بصيت حواليا لقيتك اتبخرت. ولا انت مش عارف انت عملت ايه؟ انا مش فاهم انا عملت ايه. سبتني يا استاذ، تخليت عني في ابشع موقف مريت بيه في حياتي. انا قلت لهم في الشركه اني مسافر وكلمتهم يبلغوكي. 4 ايام يا نبيل؟ 4 ايام ما تفكرش تتصل بيا؟ ده انا في بلد غريبه ما اعرفش فيها حد غيرك. ياه، ما كنتش فاكره اني غاليه عندك قوي كده. انا لو كنت كلمتك كنت بوظت المفاجاه. مفاجاه ايه يا نبيل؟ ممكن اعرف ايه اللي ممكن يخليك تسافر من غير ما تكلمني ولا حتى تقول لي؟ يمكن لما تعرفيها تغيري فكرتك. اغير فكرتي عن ايه؟ عموما هي بره مش هنا. ايه هي دي اللي بره؟ تعالي معايا. ايه دي؟ اهي بصي كويس. انت قصدك لفيت عليها ايطاليا كلها لحد ما لقيتها. ممكن ما تزعليش بقى. عجبتك؟ قوي. تحبي تجربيها؟ تعالي. سامية، واحدة واحدة سامية. ما تعملي يا نبيل، اوعى بس ما توترنيش. هاتي الرابع. طيب ايه الرابع ده؟ انك دوسي دوسي دبرياش عشان اهو جبت الرابع. واحدة واحدة يا نبيل. اوفي. شكرا. متشكر قوي. ها، ايه رايك في سواقتي؟ هايل. انت اتعلمتي فين قلتي لي؟ كنت باخد عربية ماما والف بيها من وراها في الشارع. انا قلت كده برضو. طب ممكن اكمل؟ ايوه يا ريت. متشكر قوي. هتودينا فين؟ بتهيالي احنا لازم نحتفل بنجاتنا. طب هتودينا فين؟ نروح نتعشى؟ يلا سوق يا سواق. اوكي. ليتها اكلنا وشربنا ورقصنا. حكيت له كل حاجه حصلت لي وهو مش موجود، وازاي فلوسي اتسرقت، وان الوحيد اللي وقف جنبي في محنتي دي كان ادريان تومسون. عرض عليا اني اشتغل معاه في الوكاله اللي هما بيعملوها. وانت وافقتي؟ لا، قلت له سيبني افكر وادرس الموضوع. برافو عليك، لازم تتقالي عليهم لحد ما تاخدي افضل عرض ممكن. ترايك نشتغل معاه؟ طبعا، دي فرصه يتمناها اي صحفي في العالم.
وبعدين تخيلي تخيلي كده اسمك ومكتوب في الصحف العالميه. ده غير المرتب اللي عرضه عليا، انا ما كنتش احلم بيه ابدا، وقال لي انه هيديني مكافاه عن اي خبر مهم ابعته له. تمام، ايه اللي ناقص بقى تاني؟ ولا حاجه، اداني صوره العقد واداني ابلكيشن، قال لي لازم املاها قبل ما اقابله بكره. هتقابليه فين؟ في نفس المكان اللي اتقابلنا فيه اول مره، كافيتيريا مادو الساعه 12 الظهر. اوكي. مليت الابلكيشن؟ لسه. طب تمام، تعالي نلحق ناكل عشان نروح الاوتيل. بص على العقد، لو في اي حاجه ما عجبتنيش هقول لك عليها، غيرها لنا بكره، وبالمره نملى الابلكيشن. انا مش عارفه ازاي بحبك الحب ده كله برغم كل اللي بتعمله معايا. عشان انت عارفه انا بحبك قد ايه، وما اقدرش اعيش من غيرك. ما تهبطش. ايه ده، انت خايفه على عربيتك مني؟ دي جمله ماما. طب اهو بلاش رخامه بقى يا نبيل. الله، صدق ماما وحشتني. ربنا يخليك يا حبيبتي. ليلتها قضينا وقت طويل قوي في مراجعه بنود العقد وكتابه بيانات الابلكيشن. بيانات ايه دي؟ بيانات عني من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي، وعن والدي ووالدتي وقرايبي من الدرجه الاولى والثانيه، سنهم ووظائفهم، والشهادات اللي اخدتها من الابتدائيه لحد دلوقتي، ومعارفي والناس اللي اشتغلت معاهم. كل دي بيانات عشان طلب عمل؟ ايوه. وانت ما استغربتيش من كميه البيانات اللي هم طالبينها دي؟ استغربت طبعا، وما سألت نبيل قال لي عادي. على فكرة ده إجراء طبيعي جدا بيتعمل لما أي حد يجي يشتغل في أوروبا، وبعدين دي فورمة واحدة بتطبع في كل الشركات. أيوة، بس هم إيه علاقتهم بقرايبي ومعارفي؟ حبيبتي، معرفة الأشخاص المحيطين بالإنسان بتساعد على معرفة الإنسان نفسه، وبعدين ما تنسيش إنك هتشتغلي معاهم مراسلة صحفية، يعني لازم يتأكدوا من مصادر الأخبار اللي أنت بتجيبيها ومن صحتها. هو اللي قال لك كده؟ أيوة، وراني صورة الأبلكيشن اللي قدمه لشركة العربيات اللي هو بيشتغل فيها. تقريبا نفس الحاجة. وصورة الابليكيشن طلعها جاهزة من جيبه. قصدك ايه؟ لا ابدا ولا حاجة. عملته ايه بعد كده؟ ولا حاجة، مليت بقية الابليكيشن وديته لنبيل عشان يرجع. هاي هاي كده تمام. يلا بقى عشان تنامي عشان تلحقي معادك بكرة الصبح مع ادريان. ايوه بس احنا معادنا بكرة الساعة 12، مش بدري قوي يعني. ايوه حبيبتي، بس في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نروح المعاد. مشوار ايه؟ بكرة الصبح هتعرفي. حبيبتي احنا مش رايحين الكافيتيريا، احنا داخلين هنا. هنا فين يا نبيل؟ انت النهارده عندك ميعاد مهم، يعني لازم تبقي اجمل واشيك بنت في الدنيا. ايوه بس ده شكله غالي قوي. طول ما انت معايا ما تحملنيش هم الفلوس. Oh, mamma mia! Come bella, come bella! Signorita Samia, كم أنا سعيد برؤيتك مرة أخرى. سنيور نبيل، أنا بحسدك على جمال وأناقة خطبتكم. برافو، حقيقي برافو. تفضلوا، تفضلوا، تفضلوا. الحقيقة السنيور جارزيني لما عرف ان هقابلك صمم يبقى موجود، بيقول انك وحشتي جدا. انا لسه بقول لادريان انه انسان محظوظ جدا انك هتشتغلي معاه في الوكالة بتاعته، واحدة بالجمال ده
وبالأناقة دي مش محتاجة تجري ورا الأخبار. الأخبار هي اللي حتيجي لغاية عندها وتترمي تحت رجليها من غير أي مجهود. أدريان أنا بحسدك. طب نستنى الأول لما نعرف ميس سامية هتشتغل معانا ولا لأ؟ إيه ده سيديوريتا سامية؟ أنت لسه ما اتفقتيش معاه؟ طب مش لما يقرا الأبليكيشن بتاعتي الأول ويشوف إذا كنت أنفع ولا لأ؟ إيه ده أدريان اللي أنت طلبته منها؟ أبليكيشن؟ دي مش محتاجة أبليكيشن، مش محتاجة حاجة خالص. كفاية شكلها وجمالها وأناقتها. ميرسي جدا على المجاملة اللطيفة دي. دي مش مجاملة، دي الحقيقة، واللي ما يعترفش بالحقيقة يا إما أعمى يا إما عبيط، وما أعتقدش إن أدريان أعمى. أنت كده تقصد إن أنا عبيط. مش مهم، المهم إن ميس سامية تكون موافقة إن هي تشتغل مع الوكالة بتاعتي. طبعاً موافقة، مش كده ولا إيه؟ هو بس الحقيقة إن سامية موافقة.